لو فتحت بقك هقطع وشك. تاول سامع قول يا بس يا بنت، احنا مش كاتبين كتابنا ولا ايه؟ يفتح لنا حبيبي. الله اكبر يا بنت، هاتي حاجه بوسه بس تصبيره كده صغيره. ما قلت لك لا يا ميمي، سيبني بقى. الله اكبر يا بنت، بوسه لحد الفرح بس، بوسه ما حصلش حاجه. لا الله الله اكبر. طب بقول لك ايه، عشان خاطر ميمي بوسه اخويا بعينك. اللهم لك الحمد. ماشي يا سماح، ماشي. امك هتخلص صلاه، ما تخلصي بقى في ايه؟ ما تهدى يا ميمي، مالك في ايه يا راجل؟ السلام عليكم ورحمه الله. خلصت صلاه، خلصت صلاه اهو، امي خلصت صلاه. السلام عليكم ورحمه الله. خليك بنار. حرمان يا عمتي. جمعا ان شاء الله يا حبيبي. بتاع ده تنضف كل يوم، مش هاجي كل يوم اقف قدامه كده ابص عليه. حاضر. تعالي يا بت. اتاخر شويه كده. ماشي. تعالي باتي معايا. خش نامي في حضنها. خش نام اتحطنا. خش نام ميمي. اطفي نور الزفت وولع نور الهباب عشان صلاح ما يكفيش على وشه. ايوه خش نامي. تعالي يما وحشني حضني. خليها تنفعك. تعالي يا روحي. تعالي يا بنتي. هو كان المفروض يبعت لي تمن الحاجه امبارح بس ما حصلش، خايف يكون بيغلط. الحاجه دي ايه بالظبط؟ تمثال. تمثال ب 2 مليون يورو. تمثال يخصك ولا يخص ناس تانية؟ يخصني شيم. أنا لازم أعرف الموضوع بالظبط عشان أعرف أنا بتعامل مع مين، لأن لو اكتشفت إن الموضوع ده هيزعل ناس يخصوني أنت عارف اللي هيحصل لك. حضرتك ما تقلقش، دي مش أول مرة نتعامل فيها مع بعض. أوكي سن أوامر يا شيم. شوف شيمي، في واحد مضايقه حبتين، عايزين نعرف هو مين وسكته ايه في ظرف ساعة. تحت امرك يا شندرا. اوكي. طب احنا لسه ما اتفقناش على لا 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 لا. خلي الحساب لبعدين، لأنك لو طلعت مخبي عليا حاجة الحساب هيجمع. اتفضل. على إذنك يا شندرا. اتفضل. واد يا ديب. أنت يا ولد. واد يا ديبو. أنت يا واد. شوف البت اللي بره دي عايزه منك ايه؟ بت مين يامي؟ البت اللي اسمها جيجي ولا جيجي دي ولا ما اعرف ايه؟ جيجي بره؟ اه يا اخويا بره قاعده مستنياك حبيبي على مهلك لا تقع. ايه يا شوشه عامله ايه؟ انت كويسه يا بت؟ انا بخير. وامك بخير؟ الحمد لله. قول فيها يا بت؟ بكلمك من امبارح يعني ما بترديش. اصل في عيال طلعوا عليا ثبتوني امبارح. ثبتوكي؟ ازاي ثبتوكي؟ ما كلمتنيش ليه؟ ما هو سرقوا مني الشنطه والموبايل كان جواها يا ديب. حصل فين الكلام ده؟ عند الحواديه بالليل. وعيال كانوا راكبين فيسب كده. دول عيال شوارع، هولع فيهم هولع فيهم. بقول لك ايه يا اختي، الشنطه دي كان فيها فلوس كتير؟ يعني يا خالتي. يعني يا خالتي يعني قد ايه كده؟ اسم الله. فلوس يا خالتي وحاجات. يا واد على فين يا واد؟ يا اما بيقول لك ثبتوها يا اما. رايح فين يا دي مش ازعي يا بنت اللي موتك اتزعي. يا ديبو يا ديبو يا ديبو. مين؟ مكتوب نادين. خلص القميص عايز انزل. خلص اهو يا حبيبي، اتفضل. انت سبتها ولا ايه؟ هي مين دي؟ اللي كلمتك اللي اسمها نادين. وانا كنت اتجوزتها عشان اسيبها؟ وبعدين انت بتسالي في اللي مالكيش فيه ليه؟ ما اقصدش والله يا حبيبي، كل الموضوع ان انا لاحظت انك بتكلمها كتير الفترة الأخيرة، فقلت يمكن ربنا هداك وهتتجوزها. تصنطي عليا؟ والنعمة أبدا، أنا كل غرضي إني أطمن عليك. لا اطمني، أنا لا بتاع جواز ولا غيره. ليه بس يا حبيبي؟ هما اللي اتجوزوا كانوا أجدع منك. مفيش حد أجدع مني، لكن لما أروح أتقدم لواحدة وأبوها يسألني أبوك مين؟ أقول له إيه؟ معرفش، أروح أسأل أمي؟ تاني تاني يا يوسف؟ تاني وتالت ورابع. مشكلتك إنك مخلياني حاسس إن أنا قد كده. شيل دماغك من موضوع الجواز ده خالص. مفيش واحدة بنت حلال هترضى بعيل ابن حرام. قدام يالا! قدام يا! قدامي! قدامي يالا! قدامي يا ابن الهرمة! قدامي! يا ديبو! شو اللي انت معاك يا خالد؟ يا جدع مين يا عيال تعبانة لسه سجلين؟ قوم يا! قوم يالا! حط القهوة وقعد الأحلى! يلا يا عم! خش يا! يلا يا عم الحق! يلا يا عم النهاردة يلا يا عم النهارده مفيش حاجه فيها يا جدعان يلا يا عم بسم الله
الرحمن الرحيم، ايه اللي جابك بدري؟ انا ما روحتش المحل اساسا. مين العيال دي؟ ده عيال الجيران قاعدين بيسلوني. ما انت طول النهار في الشغل واخوكي في المدرسه، هعمل ايه؟ وانت يعني مش لاقي حاجه تسلي بيها غير عيال الجيران؟ ناقصه يعني دوشتهم قوي؟ قلت لك بيسلوني، ما تحبكيهاش بقى. اجيب لك تاكلي؟ لا ماليش نفس. طب وليه بس سدت النفس؟ ما خلاص اللي راح راح. ايوه اللي راح راح، وانت اصلا ولا على بالك. كل اللي انت فالحه فيه هاتي هاتي، صح؟ هو انا باخد حاجه في جيبي يخونك طقم الملايات البمبة المسخسخ اللي لسه جايبهولي؟ تاني ياما ملايات؟ تاني؟ ايوه تاني ملايات، عشان تتجوزي مسطوره. مسطوره؟ اه، على اساس يعني ان بوليس الاداب هيلفني بيه. قطعي لساني، ايه الكلام ده؟ بقول لك ايه ياما، الفلوس اللي انا بديها لك دي علشان مصاريف البيت ودروس نص. جوازي بقى وجهازي مالكيش دعوه بيه، انا لما عاوز اتجوز هبقى اجيب انا جهازي على مزاجي، خلاص؟ طيب براحتك، والنبي ما انت فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه، ولا عارفه قيمه الملايات. بصي قدامي. يا رب. سلام عليكم، مش دي الحميات؟ شكرا قوي، ربنا يخليك. شيماء، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه انت اللي بتعملي ايه هنا؟ انت بتشتغلي هنا ولا ايه؟ اه استعبط قال يعني مش عارف. بصراحه بستعبط. اه عارف، مفيش اصلك جيتي على بالي بصراحه، فقلت اطلع اجدع منك واشوفك. لا قلبك حنين. لا والله. ده مفيش احن منه على فكره. بقول لك ايه، تيجي اخدك لفه بالعربيه نتفسح شويه قبل ما تروحي؟ عربيه مين دي؟ دي بتاعت واحد صاحبي. سرقها؟ سرقت ايه؟ بقول لك واحد صاحبي. شت، انت هتلم علينا الناس ولا ايه يا شيماء؟ في ايه؟ ها قلتي ايه؟ طب هتودينا فين؟ نفسي افرجك على مصر كلها من فوق. بس انا ما ينفعش اتاخر. انت اخرك في البيت كام؟ 7. 9:30 هتكوني في البيت، يلا بينا. انت هيطلع عين امك النهارده. ليه طبعا يا عم ديب؟ والنعمه انا ماليه فيه. انا كنت باجر المكن وقاعد تيجي تاخد المكن وتعيش. هو انت مش من عيله الشوالي؟ وزوجتك محمد خليفه؟ ايوه. وقول لي ايوه يا رايق. وانت قاعد ابوك على مشي المرجاله يالا ولا ايه؟ ليه كده يا عم دياب؟ يلا نص اخلص وروح. ليه ليه؟ صور نص، صور براحتك، بس بعد ما اخلص اديها لاختك. ماشي، ده انا حازين لامك في الفيديو ده. ليه كده طيب؟ ايه مدياب؟ يا هيثم باشا صباح الفل. لا باشا، ناس جايه لك في الطريق ومعاها الحاجه كمان، بس اللي قدرت تلمها باشا انت وعدتني. والنبي بتصغرني مع العيال. ماشي يا باشا، صباحك زي الفل، نهارك قشطه. سلام يا باشا، اتفضل. يا ميمي في حاجه ولا ايه؟ لا دي كله تمام. بقول لك يا كبير، في واحد اسمه الاسمر عايزك بره، ادخله ولا انطره؟ انا عارف انه جاي طبعا. خليه يخش. هنيا تعال. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام، هات كرسي نحلة. هنيا يا كبير. ازيك يا اسمر؟ الحمد لله. ينفع كده يا رجاله اللي حصل تخشوا المنطقه وتخطفوا الواد من وسط اهله وما تعمليليش حساب؟ العيل الاهبل بتاعك ده ثبت حريمته خصنا بالليل. وربنا منع يا عم الاصمه، ده الواد بيست وهيما هم اللي اجروا مني المكن. بس ياض، وبعدين يا صاحبي؟ ما فيهاش بعدين يا اصمر، الحاجه ترجع بعدين نتكلم. بعدين احنا لينا حق عند الواد ده يتأدب باللي عمله. حق ايه؟ ده اللي يخص دي بيخصني يا عم الرايق. ماشي. ايوه يا احمد، الواد بيستو النهارده كان بيفك سلسله من على المكسامين بتاع الدهب، ما رضيش ياخدها منه. اه بيقولوا ان هو دهب مضروب. انا عايزك كده توصل تشوف لي قران الحاجه دي، واذا لقيتها تمام تقبض عليه. سلام يا ماشي يا حبيبنا. ماشي. نعم، عايزة ايه؟ انت بتعمل معايا كده ليه يا يوسف؟ كل ده عشان بحبك؟ يوسف انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان ما تسيبنيش، والله العظيم ممكن اعمل اي حاجة بس ما تسيبنيش. يا ابن الكلب يا واطي يا معفن، وحياة امي لو اوريك، وحياة امي لو اوريك يا يوسف. نادين في حاجة؟ مفيش حاجة.
ودول بس اللي عرفتوا تجاوبوا.